من خبز البرجر ونحط عليه رشة سمسم، وهذه خلية النحل نبي ندهنها حليب وشوي بيض، ونحط عليها شوي رشة سمسم بعد. ما شاء الله تبارك الله، الله العلي، ما في داعي للحكي. مرة حر أعلى بالمحتوى الغذائي دائما. هنا هي هي هي، ما شاء الله تبارك الله. هذه بيضة، وهذا ولي زيادة، ذولي حصة اليوم. تقولوا ما فنان؟ أبا واحد منكم يقول ما فنان؟